51 دقيقة لعب، يعني 6 دقائق في الشوط الثاني. الترجي يعود للضغط من جديد، ركنية تتنفذ، يخرج بسام السخيري، رأسية أولى وثانية وهدف رابع، هذه المرة بإمضاء حسين الراجل. 52 دقيقة لعب، الراجل حسين يسجل الهدف الرابع، هاي الإعادة في القائم الثاني. حسين الراجل يسجل الهدف الرابع، شاهدتوا الإعادة من زوايا مختلفة، هاو أمامكم. حسين الراجل 4 أهداف أسبقية، وفكرة عن جانب من أحباء الترجي